صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى أخيك الحسن المجتبى وأبنائك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. غريب يا مظلوم كربلاء، يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي، وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه، وصاك 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 خيرا في الوصي كأنما متعمدا في بغضه، وصاك أولم يقول فيه النبي مبلغا: هذا علي في العلا أعلاك وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك، والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك، ما حال بنات المرتضى وهن ينظرنه مطبرا. ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون ينادون: أبونا يا حسن متغير اللون، حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا، حسر على أولاده وصد لهم بعينه، وقالهم كلامي يا أولادي تسمعونا، لازم حسن وحسين من بعدي يطيعون. شني بشبل الحسن فوق الترب نايم، بالسم شبده مقطعة حول الهواشم، والكل زار والكل مهجته، والدمع والكل ذابت مهجته، والدمع ساجم، والحسن يتقلب واخو حسين محزون. إنا لله وإنا إليه راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. فريضة الخمس واجبة باتفاق المسلمين جميعا، ولكن الخلاف بيننا وبين غيرنا أن غيرنا يقولون بأن فريضة الخمس تجب في غنائم الحرب، إذا حدث قتال بين المسلمين وبين أعدائهم وغنم المسلمون من أعدائهم فهذه الغنائم يجب فيها الخمس، ويستدلون بقرينتين. القرينة الأولى سبب نزول الآية، يقولون أن نزول الآية نزلت في واقعة بدر، واقعة بدر واقعة قتال، المسلمون يحاربون فغنموا غنائم فنزلت الآية واعلموا أن ما غنمتم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذن فريضة الخمس تجب في غنائم الحرب، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قالوا أن سياق الآية سياق قتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فإذا سياق الآية سياق قتال، فإذا هي تختص بغنائم الحرب. أما نحن شيعة الإمامية فنقول لا يعبأ بهذه القرينتين. لماذا؟ لأن أولا سياق الآية ما قالت واعلموا أن ما غنمتم من حرب، قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فكلمة شيء كلمة مطلقة تشمل غنائم الحرب وغير غنائم الحرب.
صحيح الآية نزلت في يوم بدر لكن ما تختص بغنائم الحرب، قالت واعلموا ما غنمتم من شيء. ثانيا عندنا تخصيص المورد لا يخصص الوارد، صحيح أن الآية نزلت في واقعة بدر ولكن لا تختص بواقعة بدر حتى بغير واقعة بدر. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هي فقط تختص بتلك المناسبة حتى بغيرها. مثلا الله عز وجل يقول مخاطب أهل الكتاب ولا تكتموا الحق وأنتم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هي فقط تتناول أهل الكتاب حتى تتناول المسلمين. إذن تخصيص الوارد لا يخصص المورد. إذن وهنالك شبهات أثيرت حول فريضة الخمس. أول هذه الشبهة يقول أصحابها، طبعا القرآن معنا وألفاظه واضحة والحق معنا، ولكن بعضهم يورد شبهات يقول بأن فريضة الخمس لو كانت لها من الأهمية لكان القرآن الكريم تكلم عليها مرارا وتكرارا، ولكن حينما نأتي إلى القرآن الكريم لا نجد إلا آية واحدة فقط تكلمت عن الخمس وهي هذه الآية التي افتتحت بها الحديث واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، بس فقط آية واحدة تكلمت عن الخمس، بينما آيات الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأيضا آيات الحج وآيات الصوم، بينما آية الخمس آية واحدة، فلو كانت لها تلك الأهمية لكان القرآن الكريم أكد عليها تكرارا ومرارا. أولا نقول ليس كل شيء ما أكد عليه القرآن إلا مرة واحدة معناه ليس مهما. عندنا الوضوء مثلا، أيستطيع أحد يقول أن الوضوء ليس مهما؟ الوضوء تتوقف عليه كثير من العبادات، تتوقف عليه الطواف، توقف عليه الصلاة. لكن ما رأيك أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره ما تكلم عن آية الوضوء إلا آية واحدة فقط، فهل يعني أن الوضوء ليس مهما؟ وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقط، ما في غير هذه الآية. فهل هذا يعني أن الوضوء ليس مهما كون أن القرآن الكريم يتكلم عنه فقط في آية واحدة؟ لا يعني أنه ليس مهم. وكذلك الخمس لو القرآن الكريم يتكلم عنه مرة واحدة لا يعني أنه ليس مهم. إذن هذه شبهة باطلة. شبهة ثانية بعضهم قال أن الخمس ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الإمام أمير المؤمنين ولا في زمن الحسن والحسين، وإنما كان في زمن الإمام الصادق والكاظم والرضا، احتاجوا إلى الخمس ففرضوا على شيعتهم. أيضا هذا أيضا شبهة باطلة، لأن عندنا روايات تؤكد بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بدفع الخمس كما يأمر بدفع
الزكاة، وهذه كتب الفريقين تروي ذلك، حتى في البخاري ومسلم في صحيحه يروي أنه وفد بنو عبد القيس على النبي محمد ولذكره الشرف والصلوات، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. وبنو عبد القيس هم من بحرين، هؤلاء وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله في العام السابع للهجرة، واحتفى النبي بهم واستقبلهم والتفت إلى الأنصار وقال أوصيكم بأخوانكم خيرا، فإنهم مثلكم دخلوا الإسلام غير موتورين ولا مكرهين. فالتفت بنو عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ونحن لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، لأن أشهر الحرم حرم فيها القتال، وليس بيننا وبينك إلا أشهر الحرم، نحن ما نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، فأمرنا بأمر أو نرجع به إلى أصحابنا نخبرهم به ويوجب لنا دخول الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله أوصيكم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأن تعطوا الخمس من المغنم، أن تعطوا الخمس من المغنم، يعني ما تغنمون من خمس تدفعونه. قد واحد يقول إذا ناكو في حرب، هم يقولون نحن ما نستطيع أن نأتيك إلا في أيام الحرم، يعني أيام الحرم ما في قتال، فإذا هذا يدل على أن الخمس لا يشمل في القتال فقط. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وإعطاء الخمس من المغنم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان يأمر بدفع الخمس كما كان يأمر بدفع الزكاة. إذن هذه شبهة أيضا باطلة وخاطئة. شبهة أخرى يقول أصحابها بأن أهل البيت أو الأئمة حللوا شيعتهم من الخمس، رواية عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أو عن الإمام الباقر قال إن الله حللهم، يعني حلل الشيعة من الخمس لتطيب موالدهم. أولا آيات التحليل، ما معنى حللوا شيعتهم؟ يعني أسقطوا عنهم الخمس، يعني الشيعة أسقطوا عن الأئمة، أسقطوا عن شيعتهم الخمس، حللوهم. أولا هذه آيات التحليل لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق، لأن إذا قلنا أن الأئمة حللوا شيعتهم عن الخمس معناه انتفى الغرض من الخمس، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يشددون على الشيعة في مسألة الخمس، ما كانوا يحللونها، كانوا يشددون. مثلا رواية دخل جماعة من خراسان على الإمام الرضا عليه السلام وقالوا يا ابن رسول الله حللنا في أموالنا، يعني حللنا من الخمس لا تفرض علينا.
فقال الإمام سلام الله عليه: ما أنحل هذا؟ ما هذا الكلام الذي تقولونه؟ ما أنحل هذا؟ تمحضوننا بالمودة بألسنتكم وتمنعوننا وتذوذون حقا افترضه الله لنا عليكم. ما هذه الإزدواجية؟ ما هذا الكلام الذي تقولونه من جانب؟ نحن شيعتك، نحن شيعتكم، ومن جانب آخر تمنعوننا حقا أوجبه الله لنا عليكم، ما هذه الإزدواجية؟ فإذا ما كان الأئمة عليهم السلام يتساهلون في هذه المسألة، بل كانوا يشددون على هذه المسألة. وأما قضية التحليل، كيف أن الأئمة حللوا شيعتهم في زمن أمير المؤمنين عليه السلام؟ يظهر أنهم في حرب حصلوا على جواري، وهذه الجواري يجب فيها الخمس، فأمير المؤمنين عليه السلام لكي تطهر مواليدهم حل لهم وقال هذا لشيعتنا فقط، وإلا روايات التحليل ما تأخذ بشكل حل لهم لكي تطيب ولادتهم. الإمام الرضا عليه السلام يقول: لا تمنعوا، إن الخمس عوننا على ديننا وشيعتنا وموالينا وعيالنا وموالينا، فلا تذوذوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. لا تمنعوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. وفعلا الإنسان الذي يدفع الخمس هذا يحصل بركة في ماله، الله سبحانه وتعالى يعطيه البركة. ولأن الإمام سلام الله يقول: فلا تذوذوه فتحرموا أنفسكم من دعائنا، فتحصل البركة في أداء الخمس. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من منع درهما من حقنا فكأنما أكل من لحومنا. من منع درهما من حقنا فكأنما أكل من لحومنا. رواية بعد أخرى: من منع درهما من حقنا أهل البيت فكأنما أكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. ورواية الإمام الصادق لأبي بصير قال: يا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من منع حق اليتيم، أو من أكل حق اليتيم ونحن اليتيم. إذن الخمس مسألة مهمة، ويجب على الإنسان الذي لا يدفع الحق الشرعي أن يراجع الحاكم الشرعي حتى يصالحه. أما أنه مجرد يسكت ويحسب أن القضية سهلة، لا، لابد أن يراجع الحاكم الشرعي حتى يسهل له، يسهل عليه، يعني يقسط له المال، يقسط له المبلغ. وقسم من الناس قد يذهبون إلى الحج ولكن لا يؤدون الحق الشرعي. ولهذا سئل السيد الخوئي رحمة الله عليه على الإنسان الذي يذهب إلى الحج ولا يخمس: أو حجه صحيح؟ فقال بما مضمونه: وإن كان حجه صحيح لكن القبول فرق بين الصحة وبين القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد يقول إنسان: أنا مديون وعلي ديون كثيرة، وإذا أديت الخمس لا أستطيع. أيضا هذا الإنسان ليس منصف،
يعني قد يكون الدين أكثر من سنة، تمر عليه سنوات وسنوات وهو لا يؤدي حق الله عز وجل، فكون الإنسان مديون لا يمنع من الإنسان يؤدي الخمس. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن بني أمية كان لا يسعهم أن يصلنا شيء من الخمس. وفعلا بني أمية سلبوا أهل البيت من كل شيء، من كل شيء سلبوهم، كان لا يسعهم أن يصل، لأن فيه غنى لأهل البيت، لعلمهم أن فيه غنى لنا، ولهذا سلبوهم من كل شيء، حتى ما لا يخطر على البال. حتى يروي المنهال بن عمرو يقول: كنت في أمشي في أزقة الشام فرأيت رجلا لابسا ملابس حمراء، فقلت لعل هذا رجل تركي أو فرنجي، كيف يلبس هذه الملابس الحمراء المستهجنة؟ ما عادت العرب أن يلبسوا هذه الملابس. يقول: فمررت به وإذا به يناديني: يا منهال يا منهال، فقلت هذا يعرفني؟ سبحان الله. رجعت إليه سلمت عليه، قال: يا منهال أما تعرفني؟ قلت: لا والله. جلست بين يديه وإذا به يقول: أنا إمامك زين العابدين. الله أكبر. حتى هذه الأمور العادية عند الناس سلبوهم منها. يقول الإمام لابس ملابس حمراء، يعني حتى هذه الأمور العادية سلبوهم بنو أمية. يقول: جلست بين يديه أخذت أتأمل في وجهه، وإذا بالشمس قد أثرت من لمحات وجهه. قلت له: يا ابن رسول الله، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبح بنو هاشم يفتخرون على قريش بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله أسارى. التفت إلي قال: يا منهال، هل عندك ثوب خلق؟ قلت: سيدي، أنا عندي حقيبة السفر، أطلب ثوبا جديدا. قال: لا يا منهال، ائتني بثوب خلق. يقول: فخرجت له بثوب خلق. قلت: سيدي، ما تصنع به؟ قال: ضح تحت الجامعة فإنها أكلت لحمي. الله أكبر. يقول: فرفعت رفعت الجامعة لكي أضع الثوب، وإذا بالدماء تسيل، وإذا بالدماء تسيل من رجل الإمام كأنها الميزاب، وهو ينظر إلى رأس أبي الحسين وهو يقول: اقعد يا أبويا وشوف قيدي، والسلسلة الورمات جيدي، ومجرح من الغلو ريدي، ويشوفني الباقر أولادي، لنصب الماتم يوم عيدي، قدين ما لي قوة، وقدين ما لي قوة، قدين ثجيل وجامعة، وقدين ما لقوا، وين الشفيع يا والدي
وراح الحمي يا عمي وانا علي الاكبر بدر التمام الكمي وانا علي الاكبر بدر التمام التمي قد اكل من لحمي وقد شراب من دمي وقد ثجيل وجامعة وقد ما لقوا مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيأ كل ما سألت الرحمة قد علي الزين كيف اركب على الناقة وانا علي المقيد وقد انسجيل وجامعة وقد ما لقوا ما فيكم إسلامية وجعان وتكلفوني قد أكل من نحري وقد جراح امتوني وكل ما سألت الخفة منكم ثجل زتوني وقد ثجل وجامعة وقد ما لقوا وقد ثجل وجامعة وقد ما لقوا آخ ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي أين الكمات وأين جدي حيدر مرد القروم وصارع آسادي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي أجب المضطر واكشف السوء والبلاء عنا وعن عبادك المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في بلدنا البحرين اللهم فك أسرانا ومعتقلينا ومعتقلاتنا من سجون الظالمين أرجحهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم احفظ جميع المراقد الإسلامية لا سيما ضريح الحوراء ومقام الحوراء زينب اللهم احفظه من أيدي التكفيريين والنواصب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر العظيم واجعلنا ممن يؤدون فريضة الخمس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم في أعمارهم وفقهم إلى كل خير وإلى موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان وإلى أرواح شهدائنا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ادخل بنا في رحمتك وافلح من يصلي على محمد وآل محمد